الجامعه راها في واحد السياق ديال التحضير مع الاخوان ديالنا الاخوات ديالنا في هذه الجهه هذه باش نقصوا الجهات اللي فيها كومبيزينه لا ريجون مينا. اذا شكرا لهم وشكرا للدعم ديالهم وشكرا للضيوف ديالنا على الحضور ديالهم معنا وعلى الكلمات الرائعه اللي قدموا للمؤتمر ديالكم اللي فيها كلها تضامن كبير مع القضايا ديالنا مع الهموم ديال العمال ومن طبيعه الحال مع اللي رفع الاستغلال من هذا مؤتمر ثالث النقابة الوطنية للعمال الزراعيين من أهم النقابات 14 اللي تابعين الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. وهذا المؤتمر بطبيعة الحال كينعقد هو مؤتمر عادي اللي فيه واحد مجموعة ديال المقررات واحد مجموعة ديال الوثائق اللي غادي يصدق على المقررات. فيه المذكرة المطلبية مذكرة مهمة يتم تعيينها باستمرار ولكن المؤتمر سيصادق عليها وفيها أبرز المطالب ديال العمال الزراعيين. كيجي كذلك هذا المؤتمر بنغمات ونبرات احتجاجية كبيرة بالنسبة للعمال الزراعيين لأنه كيجي في ظرف وتتبع العمال هذه المدة كلها من باش الحكومة تلتزم بالاتفاق ديال 26 أبريل وخصوصا واحد البند فيه اللي كيحث صراحة على توحيد ديال حد أدنى الأجور ما بين القطاع الفلاحي والصناعي إلا أن الحكومة من 2011 ما أجرأتش هذا الاتفاق وما نفذتش هذا الاتفاق ديالها فهي تملصت من هذا الاتفاق ديالها. والمؤتمر اليوم بطبيعة الحال بالإضافة إلى الشق ديالو التنظيمي والشق المقررات غادي يبت وغادي يسطر واحد البرنامج نضالي مستمر حتى تحقيق هذا المطلب هذا الأساسي بالنسبة لنا. وما كاينش غير بوحدو من طبيعة الحال المذكرة المطلبية ديالنا هي مذكرة واسعة فيها أساسا الشق القانوني والتمييز القانوني اللي كاين في مدونة الشغل بالنسبة للعمال الزراعيين ولكن فيه كذلك حتى من ناحية الممارسة واستغلال المضاعف والمزدوج ديال هذه الفئة من العمال.